assiste uma live do Cidadão com 15 dias. In order to increase our impact, speak to the issue of scalability of our model and to the store of our online footprint, we've also decided to grow anyway. معكم طالب المستعين بالله العلوي خريج جامعه الاخوين فوج سنه 2020. درت في الدراسات ديالي بي اي اداره الاعمال، واليوم كنحتفلوا بحفل تخرج ديالنا ديال سنه 2020 اللي ما درناش في وقته نظرا لجائحه كورونا اللي مع كامل الاسف ما خلاتناش نديروه في الوقت. واليوم الحمد لله الجامعه ديال الاخوين فدات لنا هذه الفرحه وجمعتنا مع الاصدقاء ديالنا بعد غياب ديال عامين، وكنتمنى حظ موفق لجميع الخريجين بدون استثناء، وان شاء الله يكون عندهم شي مستقبل زاهر. وكنشكروا الجامعه مره اخرى والاطر اللي سهرات على هذا الشيء باش يكون ان شاء الله في القمه، وحنا ديما في القمه. قريت العلاقات الدوليه في جامعه الاخوين لسنه 2020، وجيت هنا ناخذ الدبلوم ديالي وندوز في لا سيريموني ديال الجرادويشن. الدراسه ديالي انا صراحه درت حتى الباشلور ديالي هنا في العلاقات الدوليه، وداكشي مزيان تبارك الله عليهم. زعما جوري بو بارتير على ليترانجي، مي بقيت هنا في المغرب باش نقرا في الاخوين، باش بور سيرفير مون بيي اوسي، سورتو مع لي زيتود درت في العلاقات الدوليه. وتبارك الله عليهم، الاخوين سي سوبر، لاورغانيزاسيون لي سوبر. هادي عامين وانا تخرجت، ولكن تبارك الله عليهم بحال اللي دخلت فيها بحال اللي هما كاينين وغاديين كيتحسنوا. هنايا بجامعة الأخوين درست 4 سنين، وقاومنا واحد المشاكل ديال كوفيد اللي الحمد لله دازوا بخير وعلى خير، من ناحية أنه الجامعة ديالنا كانت قدرات أنها تعطي واحد الحل من ناحية لي كلاس أونلين اللي قدرنا باش أننا نتخطاو هذه المرحلة، والحمد لله ناخذوا الدبلوم ديالنا بأحسن فريمون بأحسن لي كونديسيون، والحمد لله دابا حنايا كنحتفلوا به مع الناس اللي حتى هما كانوا العام اللي فات خذوا الدبلوم ديالهم، دابا جاو يديروا الحفل ومالوغوزمون ما كانش يمكن لهم العام اللي فات، والحمد لله دابا يمكن لنا. وشكرا بزاف على هذا الحفل، ميرسي بوكو الاخوين. اذا كما كتشوفوا هنايا حنا فرحانين اليوم، حنا خريجي جامعه الاخوين كنحتفلوا بالحفل التخرج ديالنا، فرحانين بزاف. العائلات كاملين معنا، صحابنا احبابنا كاملين معنا، جايين لنا يفرحوا معنا. وشكرا بزاف للحضور والجامعه وهذا الجمال الرائع ديالو. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24، عيونكم التي لا تنام.